اذكر معدات ميكانيكية ثقيلة نستخدمها في الزراعة. يلا دكتور. الميكانيكية. اذكر معدات ميكانيكية ثقيلة نستخدمها في الزراعة. الكرابة. 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 خطأ. اذكري معدات ميكانيكية ثقيلة نستخدمها في الزراعة. الأجهزة. ما أعرف هي كلها أجهزة. أجهزة الحراثة. ها؟ أجهزة الحراثة. يعني نقول الحراثة. نعم. المعدات الحراثية. معدات الحراثة. خلينا نشوف. صح. برافو عليك. المحاريث. مريم قرري. نروح وياكم بالسؤال نلعب وياكم نسألكم لو نروح إلى الحكومة تحولي. لا ويانا. من حقك ها؟ ويانا. أكيد. أكيد. متأكدة؟ إيه. تعرفون تجاوبوا مو؟ يلا إذن يمحولي. صلدي مريم. صلدي دكتور. إذن يلا جيهان ورطتكم مريم مو؟ صراحة. شفتكم تهزون راسكم. ورطتكم مريم مو؟ لا. صلنا نجاوب. صلنا نجاوب. يعني هي عرفت برافو عليها. يلا جيهان اذكري لي معدات ميكانيكية واحدة فقط ثقيلة نستخدمها في الزراعة. أجهزة الحصاد. حصاد الزرع. الحصاد. إذا خلينا نشوف الحصاد. برافو. معدات الحصاد. أكو محاريث حرثاً وأكو حصداً. وانت تقولين طيبه يحتاج لها تفكير استاذ. اي طبعا يعني من هناك ولازم تفكرين. يلا يلا طيبه سباعيه ترى انت. تراكتور. اجهزه الري. اجهزه الري. 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 معدات الري. معدات الري. الري. معدات